ولكن قبل أن ننتقل للمقسوم به يجب أن ننتبه ونراعي أن الله يقسم بما شاء، بينما الخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل. أقول لك قال رسول الله، ولا أقول لك قال زيد ولا عمرو، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالعجب ممن يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يخالف أمره ويقسم بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذا نظرت في سلف في طريقة السلف من الصحابة عرفت عظم وخطورة الحلف والقسم بغير الله عز وجل. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن أقسم بالله كاذبا أي حانثا، والكذب في اليمين كبيرة من الكبائر، قال: لأن أقسم بالله كاذبا حانثا أحب إلي من أن أقسم بغيره صادقا. نعم أيها الفاضل، إن الحلف بغير الله عز وجل محرم، بل هو من المحرمات العظيمة. لذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم المقسم بغير الله والحالف بغير ذاته جل وعلا وبغير صفاته، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد كفر أو أشرك.